كابتن ابو العلا، هل بتشوف ان غياب فخر الدين بن يوسف ووليد الكارتي وغياب مؤثر جدا بالنسبه لتكيس في فرقه بيراميدز، ولا هو عنده الامكانيات وعنده الورق اللي يعوضوا له الغيابات دي بمنتهى السهوله؟ وابراهيم عادل كمان. وابراهيم عادل صحيح. ثلاثه فعلا، ثلاثه لعيبه كبار، بس هو كارتي وفخر انذارات وابراهيم عادل اصابه. هو طبعا ثلاثه نجوم كبار ومهمين جدا وبيعتمد عليهم بشكل كبير تكيس جونياز، لكن الحقيقه لما باجي اتفرج على سكواد بيراميدز واجي اقرا الاسامي مرعب بصراحه. تيجي تقول ان الفرقه دي لو صدقت نفسها بشكل كبير او عرفت تحافظ على مستوى النتائج، ممكن تبقى هي، يعني مش عايز اقول ان هي قريبه جدا لبطوله الدوري برضو لو هم عندهم الاصرار وعندهم العزيمه. طبعا الزمالك الحقيقه ماشي بشكل جماعي مميز جدا وبيقدم اللي بيتعمل ده اعجاز كروي منتهى الامانه نادي الزمالك. فانا بتكلم على بيراميدز عنده مرونه تكتيكيه كبيره جدا جوه الملعب، ممكن حتى لو عندك غيابات تقدر تعدل من جوه ال 11 ويبقى عندك دكه تقدر تشتغل تغير الطريقه اكتر من مره. عندك لعيب جوكر زي ايريك تراوري، عندك احمد توفيق، عنده ثلاث اربع جواكر، عنده عمر جابر، احمد توفيق، دي جواكر في الملعب. على فكره اي مدير فني يتمنى يبقى عنده لعيب جوكر بس، لكن لما يكون عندك ثلاث اربع لعيبه جواكر يحلوا لك اي غيابات، دي بتبقى مش يعني مش متكرره في كل الفرق. فانا عشان كده شايف البيراميدز ممكن يعني نقول ان هم اسامي تقيله، لكن الشكل اللي احنا شايفينه من بيراميدز الفتره اللي فاتت والاداء الجماعي اللي بيعملوه والاصرار اللي موجود واحساسهم ان هم قريبين من المنافسه، انا شايف ان ده بيتغلب على ان ممكن يبقى فيه لعيب او اتنين يعني يفرقوا معاه. كنت عايز اتكلم سريعا على البنك الاهلي لو عندي وقت. البنك الاهلي على فكره رغم ان النتيجه المباراه اللي فاتت خسر 4-1 وتبان النتيجه كبيره، لكن ناس كده ممكن تستغرب ان انا اقول لك انه كانوا عاملين ماتش كويس جدا. لولا ظروف المباراه نفسها وسير اللقاء بشكل كان صعب، اول ثلث ساعه اتطرد منك لعيب وبعديها ضربه جزاء، فالمباراه اتصعبت جدا جدا. وعايز اقول لك ان كان مغلوب 1-0 ورجع في المباراه 1-1. محمد هلال اللي مش موجود النهارده، لكن يعني عملوا اللي عليهم. الغريب ان كان بيلعب 10 لعيبه وما حسيتش انه بيلعب 10 لعيبه، والغريب ان هو بيعرف يعمل هجمه مرتده كويسه جدا. وانا اعتقد النهارده السلاح اللي ممكن يتعب فريق بيراميدز هو الهجمه المرتده بتاعه كابتن ايهاب جلال، بس مش عارف كابتن خالد جلال مدرب البنك الاهلي، بس مش عارف هيعرف يعملها في عدم وجود محمد هلال ولا لا. لو عرف يعملها النهارده هو ده سلاحه النهارده، لو لعب على السرعات بيعملوها كويس جدا وبيعملوها بشكل منظم جدا. مباراه طبعا يعني فرقتين الحقيقه عندهم او فرقه متجانسه، فرقه مستقره، وفرقه الثانيه عندها دوافع كبيره جدا زي بيراميدز انها تاخد دوري او تلعب على الدوري.